يعطيك العافية. وصفتنا لليوم تشيز كيك، راح أعمله بطريقة سهلة وسريعة وصحية. إذا حابين تعرفوا كل التفاصيل تابعوا الفيديو للآخر، وإذا حابين يوصلكم كل شي جديد لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نحتاج لنص كوب من اللوز، ونص كوب من الجوز. الحلو بهاي الوصفة فيكن تستخدموا أي نوع من المكسرات اللي انتو بتفضلوها. بنفرمها فرم ناعم، بهاي الشكل صاروا عندي جاهزين. نوضعهم بوعاء، ضيف عليهم ملعقتين كبار من العسل. واللي ما بحب يضيف العسل فيه يضيف القطر، بس انا حبيت اعمله بطريقة صحية للصغار والكبار. منقلب المكونات مع بعض، نوضعهم على جنب لنحضر الطبقة الثانية. وبوعاء بضيف ملعقتين كبار من الجبنة، أنا استخدمت جبنة بالقشطة، فيكن تستخدموا الجبنة الكريمي أو أي نوع بتفضلو. بضيف عليهم كوب من كريمة الخفق 250 ml. وباستخدام الهاند بلاندر بنخفق المكونات كلها مع بعض لحتى يتقل المزيج. هاي الكثافة اللي بنحتاجها. بوعاء على جنب بضيف ملعقة كبيرة من الجيلاتين، بضيف عليها ربع كوب من الماء، بقلبهم مع بعض لحتى يدوب الجيلاتين. وهلأ بضيف الجيلاتين فوق المزيج الكريمة مع الجبنة ونخفقهم كتير منيح. نوضعهم على جنب. ناخد كمية من الكرز أو فينا نستخدم أي نوع من الفواكه اللي نحنا بنفضله. باستخدام سكين منزيل البذور الموجودة فيه، بنخفقهم مع بعض بالهاند بلاندر ليصير عنا المزيج كتير ناعم مثل العصير. منضيف عصير الكرز فوق المزيج، فيكن تضيفوا ملعقتين كبار من السكر البودرة أو فيكن تستخدموا الحليب المكثف المحلى، بس أنا اكتفيت بالحلاوة الموجودة بالكرز والعسل اللي ضفته على الجوز واللوز. بنخفق المكونات كتير منيح مع بعض. مثل ما ملاحظين كل ما خفقنا منيح المزيج بيتقل. ناخد صينية الكب كيك، منوضع بقلبها قوالب السيليكون أو فيكن تستخدموا قوالب الورق إذا متوفرة عندكن.
بنوزع كمية من خلية الجوز واللوز والعسل، نضغط عليهم كتير منيح، وبعدين بنسكب فوقيهم من المزيج اللي حضرناه. نوضعها بالثلاجة من 4 ل 6 ساعات لحتى تتماسك. الكمية اللي فضلت عندي رح احطها بهاي القالب، او فينا نستخدم اي قالب متوفر عنا. وبنفس الطريقة نوضع اول طبقة الجوز واللوز والعسل، بعدين بنضيف عليها الخليط. نوضعها بالثلاجة لحتى تتماسك، وهون بعد ما تماسك المزيج صاروا عندي جاهزين. بنزينها بالطريقة اللي بتناسبنا. أنا حبيت زينها بالكرز والكريم شانتيه. بصراحة وبدون مبالغة الطعم كتير رائع، بنصحكم تجربوها بهي الطريقة الصحية اللذيذة، طريقة جديدة ومميزة للتشيز كيك. وإذا بتحبوا يوصلكم جديدنا لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ألف صحة وهنا.